كلمة قالها الأمين العام للأمم المتحدة أنه ما يتم إدخاله إلى قطاع غزة ما هو إلا نقطة في محيط الاحتياجات التي يحتاجها الأطفال والنساء. طيب ايه بالظبط يا فندم اللي موجود داخل هذه الشاحنات من المستلزمات الطبية؟ يعني كنت سمعت امبارح مدير مستشفى الشفا هو بيقول انه حتى المصاب اللي جاي اللي محتاج يتعمل له مثلا 20 غرزة بنعمل لهم 10 غرز فقط، لانه ما فيش مستلزمات كافية لاجراء الجراحة، زائد انه ما فيش بنج، ما فيش حاجات تساعد على اجراء العمليات الجراحية المختلفة. فالمساعدات الطبية عبارة عن ايه؟ عايز اقول لك انه لو انت مريت وكنت موجود من المسافة اللي من العريش الى رفح هتلاقي شاحنات مكدسة من العريش وحتى رفح للإذن بالدخول هذه الشاحنات. ويمكن قبل ما جاوب على سؤال حضرتك كان الأمين العام للأمم المتحدة وإحنا على معبر رفح قال لي أنت عايز إيه؟ قلت أنا عايز إدخال كل الشاحنات التي تقف خلفك إلى داخل معبر رفح، لأن الأطفال والنساء والمستشفيات يحتاجون إلى الكثير والكثير من الأدوية والمستلزمات. نحن بدورنا نقوم بتجهيز كافة الاحتياجات التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيين بناء على رصد احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن ثم يتم إرساله إلى الدول العربية والدول الصديقة التي بدورها تقوم بإرسال المساعدات، ومن ثم إعادة إرسالها مرة أخرى إلى قطاع غزة. طيب المساعدات الطبية أكثر حاجة محتاجاها المستشفيات، إيه هي؟ طبعا هم بيبعتوا لنا كافة الاحتياجات اللي تحتاجها المستشفيات. طبعا كلنا نعلم احتياجهم إلى الوقود والكهرباء وإلى زي ما ذكرت حضرتك اللي هي الحاجات اللي هي بتحتاج في إجراء العمليات الجراحية مثل البنج ومثل بعض الخيوط الصغيرة التي يحتاجونها في علاج بعض المرضى والمصابين. وزي ما قلت أنه طبعا الاحتياجات كبيرة وكبيرة جدا 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 يعني، ولذلك إحنا نأمل في فتح معبر رفح بدون أي قيود أو شروط أو حتى تحديد لعدد الشاحنات. وأنا أعتقد هذا ما تقوم به مصر من دور دبلوماسي كبير جدا في المطالبة بفتح الحدود من خلال معبر رفح دون قيد أو شرط. أكيد حضرتك كنت موجود هناك يا فندم وقت توزيع هذه المساعدات؟ نعم، نحن نقوم على بالإشراف على إدخال هذه المساعدات عبر معبر رفح البري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. ادخلها فقط يعني انتم في الهلال الاحمر المصري بتوصلوها للهلال الاحمر الفلسطيني هو بيقوم بتوزيع هذه المساعدات، مظبوط؟ نعم نعم نعم. عظيم، اكيد. كل الشكر ليك دكتور خالد زايد رئيس مجلس اداره الهلال الاحمر بشمال سيناء، شكرا جزيلا.